السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لقد تعلمنا في اللقاءات السابقة أن أقسام الكلام هي: أقسام الكلام: اسم، فعل، وحرف. نحفظ منذ اليوم الكلمات حرفا أو فعلا أو اسم، فالأسماء نهر مهر هر ماء، والأفعال شرب تعب ركب مال، والحروف اسمعها كي تعرف عن من وما وكيف ولم. وتعلمنا أيضا أن أقسام الفعل هي ماض ومضارع وأمر. سيبدأ درسنا اليوم في رحلتي معكم بدنيا القواعد، وهو بعنوان الفعل المضارع. الفعل المضارع هو كل فعل يدل على حدث في الحاضر أو المستقبل، مثل يدرس، أدرس، ندرس، تدرس. حيث نستنتج مما سبق أن حروف المضارعة مجموعة في كلمة نأتي، وهي نون وهمزة وتاء وياء. نحن نغني، نحن نقول، فاسمع مني القول القائل. حروف المضارع وهي تكون تاء ياء همزة ونون. والآن دعونا نمثل على حالات الفعل المضارع. يزرع الفلاح الأرض. يزرع فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. لن نستسلم للواقع. لن حرف نفي ونصب. نستسلم فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة. لم يكتب الطالب الدرس. لم حرف نفي وجزم. يكتب فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون.